السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالة لكل المعلمين والمدرسين في كل مكان. خلاص البدايات النهاردة هنبتدي الدروس، كل المدرسين هيبتدي الدروس بقى والسناتر والحاجات دي كلها. فأنا بوجه لكم رسالة حلوة أوي وبسيطة خالص. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ليه؟ طبعا الطلبة اللي هتجيلك في اليتيم، في اللي ما يقدرش يدفع، في اللي حالته المادية تعبانة جدا، كن رحيم بالناس دي. تاني حاجة خلي بالك من العيال دي، لان المدرس او المعلم ضمير والطالب امانة، ولو ضاع الضمير ضاعت الامانة. فانت مسؤول امام الله عز وجل وامام نفسك، اللي انت مسؤول عن الطلبة دي، وان شاء الله ان شاء الله الاحسن جاي. وخلي الطلبة دي ولد صالح يدعو لك، يعني دايما يقولك ايه، انقطع عمل ابن ادم الا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، وعلم ينتفع به. انت معاك الاثنين، العلم اللي ينتفع به والولد صالح يدعو لك. الطالب ده ولد صالح ليك، فما تضيعش الاثنين الحلوين دول، الاعمال الحلوه دي. وطبعا الصدقه انت ممكن تصدق بقى زي ما انت عاوز، بس اياك 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 وظلم الطالب. دي رساله حبيت اوجهها لكل المدرسين اللي هيبتدوا، خلاص كل الناس هتبتدي. فاتق الله في اولادك، اتق الله في كل الطلبه، اتق الله في اولياء الامور، ارحم الناس عشان ربنا يرحمك، لان ربنا عز وجل مطلع وشايف، شايف اللي انت هتعمله، وعارف اللي انت ضميرك عامل ازاي، وشايف هل انت بتجرب العلم ولا انت بتعملها كوسيله للرزق والمعيشه وكل حاجه. بس لازم تتقي الله، اعرف ان القرش داخلك ده هيصرف على اولادك وهيصرف عليك. حلال حلال، ما تخليش حرام. اوعى، كل جسم نبت من حرام فالنار اولى به. اوعى، اياك واكل السحت، اياك اللي انت تاكل مال اي طالب، اللي انت تاخد منه الفلوس وما تدروش العلم. اوعى اوعى، اياك اياك اياك. رساله لكل المعلمين والمدرسين في كل مكان، يا رب رساله توصل. كل سنه وانتم طيبين.